بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثالثة لفرع الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم نأخذ هذا المثال على أحد طرق تحسين المحطة الحرارية اللي هي Regenerative or Bleeding الاستنزاف. هذا المثال يتناول Steam is supplied to turbine at pressure of 7 ميجا باسكال ودرجة الحرارة 500 درجة. هذا البخار اللي دخل الى التوربين بضغط ودرجة حرارة 7 ميجا باسكال و500. الستيم از بليد فور تو كلوزد هيتر وذ ذا درين فورورد فيد هيتينج at a pressure of 2 megapascal and 0.5 megapascal. هسه الضغط المستنزف او المسحوب من التوربين يكون بضغط مقدار 2 megapascal ونصف megapascal. The condenser pressure is 5% megapascal. The stage efficiency of each section of the turbine can be taken as 82%. انطانا الكفاءة لكل مقطع من مقاطع التوربين 82. ومثل ما نعرف ان التوربين يتكون من ثلاث مقاطع، المقطع الاول هو الهاي بريشر، والمقطع الثاني هو الانترميديت بريشر، والمقطع الثالث هو اللو بريشر. يقول ان ذا فيد ووتر الهيتر هاز اتس ليكويد انثالبيه رايز تو ذا تو ذات اوف كورسبوندينج بليد ستيم. هنا يقول لك اذا مسخن ماء التغذيه يمتلك انثالبيه سائلة ارتفعت إلى الإنثالبية المناظرة لها اللي هي بخار الاستنزاف. Determine gently مطلب الأول the mass of bleed steam يريد مقدار كتلة البخار المستنزف أو المستخرج من التوربين واللي راح تدخل إلى مسخن ماء التغذية per kilogram of supply لكل كيلوغرام من البخار المجهز to each section لكل مقطع. يعني سيريد الكتلة بالمقطع الأول يعني M1 ومن ثم M2 بالمقطع الثاني. يريد the thermal efficiency of arrangement يريد الكفاءة الحرارية مع كل مقطع. احنا مثل ما ذكرت سابقا لابد أن أرسم السايكل ماتي في ضوء المعطيات السؤال. راح أرسم من واحد إلى اثنين مضخة، هاي باللون الأسود مثل ما شاهدوها، وكذلك راح أرسم البويلر خوش فانتبه إلها، فيصير عندي H1 ناقصا شنو H3. راح اطلع منها الكيو بويلر. بما انه انا عندي الشغل والكيو بويلر راح اقسم الشغل المنجز على الكيو بويلر، بس هنا الكفاءة طلعت لي شنو الكفاءة الحقيقية وليس المثالية. راح اجي اذا كان انتبه لي هنا، انتبه هنا اذا كان No feed water heater إذا شلت مسخنات ماء التغذية، يعني هنا 4-5 راح تنشال، الأربعة والخمسة كلها راح تنشال، راح يصير من 3-6 هذا كله توربين، من 3-6 ومن 3 هذا هنا بس توربين. راح تشوفوا تلاحظون راح أخذ H3-H6 اللي سبق وان طلعتها والكفاءة عندي زين. راح اطرح H3 من ناقص H6 اطلعها، وبالتالي راح اطلع ال H6. الشغل المنجز راح يكون مثل ما قلت لك H3 ناقص H6 راح يطلع عندي
الشغل الحقيقي، وبالتالي هنا راح اقدر استخرج عن الكفاءه بس without ما عندي مسخنات مع التغذيه. واقسم، تلاحظون عند في حاله عدم وجود كفاءه، عدم وجود عفوا مسخنات مع التغذيه، الكفاءه طلعت عندي 27، في حين اذا وجد مسخنات 31. هذا هنا أنا ابني انتبه، الله يرضى عليكم، هنا أنا عندي تلاحظون الكفاءة شلون تحسنت أو زادت عنده في حالة وجود